راكب اعراض ال 120. ايه اقفل الباب. لا عشان تكفيك. دي عروض ال 120 عملناها بقى يعني خامه اعلى، تقفيل احسن، طباعه احلى مليون مره، مقاس تحفه احلى من بعضها، يعني موديلات حلوه، موديل نفس الصوره بالظبط اهو، نفس الصوره بالظبط 120 جنيه خامه وتقفيل وطباعه ومقاس. يعني شوفوا كام حاجه، ولا حد يقول لنا اصل انتوا لازم تبيعوا ب 130، اصل انتوا لازم تبيعوا ب 125، لا بل بالعكس، هنبيعها لك ب 120 بخامه اعلى، بتقفيل اعلى، بطباعه اعلى 1000 مره، بمقاس احسن واكبر بكتير، هتاخد حته يعني اقلها المفروض تتباع ب 180 جنيه، لا انا بقى جايه بقول لك 120 جنيه بس. يعني ده موديل، كل موديل ليه الوان. بصوا كل موديل له الوان. طيب تعالي نفتح حته منه نشوف الوانه. تعال نفتح اللافندر بتاعه 120، هيلبس فعلي ب 85 كيلو. هتتميزي بخامه ومقاس وسعر مش موجودين الحمد لله. بص الموديل عامل ازاي، شايفه الموديل عامل ازاي، شايفه الطباعه بتاعته، الطباعه في الخام نفسه. طبعا اللايف ظالمها، اللايف ظالم الحته. تعالي شوف الطباعه عامله ازاي. ده البنطلون، بصوا حتى الاستك شوفوا عامل ازاي، شوفوا الحته عامله ازاي، شوفوا بقى التلبيس بتاعها اهي 85 كيلو بجد بجد. بصوا الموديل، شوفوا الموديل وجماله عامل ازاي، شوفوا الخامه، شوفوا التقفيل بتاعها عامل ازاي من جوه ومن بره، شوفوا الدنيا بتاعتها عامله ازاي. 120 جنيه. ده الكوشيه بتاعها، ده السيمون بتاعها، ده ظهرها بالرسمه، ده المنت بتاعها. نفتح المنت ده كمان حلو جدا الكحلي عشان الناس اللي بتحب البناطيل الغوامق الكشمير. 120 جنيه. بص الرسمه عامله ازاي، شايفه الرسمه عامله ازاي، شايفه البنطلون، شايفه الاستك، وشايفه التقفيل بتاعها. شوفي بقى الخامه والتلبيس، طريه جدا وناعمه جدا، يعني ب 120 جنيه هتاخدي احلى بجامه للعيد ب 120 جنيه. تعالوا نفتح موديل تاني. بصوا 120 جنيه. بص الموديل من الظهر عامل ازاي، بصوا 120 جنيه. بصوا التشمير بتاعها، التشمير بتاعها عامل ازاي اهو، الموديل اهو. لون السيمون، بص الموديل عامل ازاي، الريفيو كمان، البنطلون، شايفين الخامة
شايفين التلبيس، شايفين الشغل بتاعها عامل ازاي. تعالي شوفي الخامة والتقفيل والتلبيس، 120 جنيه. بصي بصي الالوان، بصي اللون الكحلي بتاعها عامل ازاي. ده التيشيرت، بصي الكشمير ايه الورقة، كل ده 120. بصوا طيب تعالوا بقى الموديل الكتف وكتف وشوفوه الاصلي تحفه. ده الكحلي في منه كشمير، في منه استمون، في منه اللافندر، 4 الوان، 120 جنيه لحد 85 كيلو فعلي. لافندر ماشي. شفت اصلا الحته، انت اصلا شوف الحته بتجيلك ازاي، كيس بره وكيس تاني جوه اهو. بصي انت حتى شايفه تفاصيل الاستك عامل ازاي، شايفه مقاس البنطلون، شايفه مقاس البنطلون عامل ازاي. بصي 65 هتلبسك، 75 هتلبسك، 85 هتلبسك. طب بصوا بقى، بصوا الكورنيش اللي هنا ده، بصوا الفيونكه، شوفوا الفيونكه، شايفين الفيونكه حتى عامله ازاي. بصوا الموديل معانا 120 جنيه طبعا للجمله والكميات في خصومات، 120 جنيه. شوفي شوفي حتى الفيونكه مهتمين لك بالتفاصيل، مش حاطين لك حته بتاعه وربطينها كده، لا بصي شوفوا نفس، بصوا تيبيكال من الصوره، نفس الكورنيش ده اهو، كل حاجه كل حاجه موجوده بتفاصيلها، الموديل تيبيكال اصلا اهو من على الصوره اهو، 120 جنيه 4 الوان. كشمير، كشمير اللون السيمون بتاعها، بصوا الكحلي عشان الناس اللي بتحب الغوامق، بصوا الكحلي بتاعها عامل ازاي، 120 جنيه 120 جنيه فاصله، يعني خامة دي اي حد تاني هيعملها بالتقفيل ده بالشغل ده بالمقاس ده 180 جنيه. لا انا بتحدى معاكي اديها سعر الشعر ب 120 جنيه. خط انتاج صفر. طيب تعالوا بقى نجيب الارنوب الشولدر ده اللي كان قلب الدنيا اهو، جايبين لك منه 6 الوان، كشمير، سيمون، اللافندر، الكحلي، الفوشيا، الاخضر، 120 جنيه 120 جنيه. نفتح الفوشيا، انتوا شايفين الطباعة طالعة مزهزهة في اللايف ازاي؟ بصوا نفس القمر اللي في البنطلون اهو، نفس الفيونكة اللي في البنطلون اهو، تلبيس لخمسة وثمانين كيلو فعلي اهو. شايفه الحته عامله ازاي؟ بصي على الحته اهي 120 جنيه. بديكي حاجه ببلاش كخامه وكتقفيل وكطباعه وكتغليف وكل حاجه 120 جنيه. اهو
شايفين ال استنى اهو انت مش هتتحكم فيا يعني ببيع ب 120 كل واحد يعيط للمصنع خلاها تبيع ب 125 او ب 130 يا اما مش هاخد شغل لا مش عايزه شغل منكم احنا طلعنا عملنا خط انتاج وعملنا الشغل الحمد لله وعملناه احسن الف مره قسما بالله اللي هتيجي تشوف الحاجه على الطبيعه هتشوف عملناه احسن الف مره سواء خامه او سواء موديل شبه الصوره بالملي او سواء تقفيل او كل حاجه كل حاجه في فرق في فرق من اللي انتوا كنت بتاخدوه ب 120 في العيد اللي فات واتمنع عننا عشان انا ببيع ب 120 عايزين يفرضوا عليا ان انا ببيع ب 125 وب 130 لا انا عايزه افضل ابيع ب 120 طيب تعالوا لي هنا بقى انا رحت عملته اهو خامه اعلى تقفيل احسن وتلبيس احسن والموديل نفس الصوره بالظبط اهو نفس القمر اللي في البنطلون اهو في الرجل اهو 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 شوفوا شايفين البلابل اللي على الشولدر دي التاني كان الدانتيلا بجنيه اهو شايفين البلابل ويقول لك لا مش هتاخدي شغل لو ما التزمتيش بالاسعار لا مش عايزه اهو شايفين البلابل دي اهي انا عملتها لك نفس البلابل اهي شايفه الحته معاكي عامله ازاي نفس اللي في الصوره تيبيكال اهي بصوا اهو شايفه الموديل عامل معاكي ازاي وعليكم السلام كل تفاصيل الحته بالشولدر بتاعها بالبنطلون بالفيونكه اللي هنا بالقمر اللي هنا كل تفاصيل الحته اللي في الصوره موجوده اهي موجوده في البنطلون كده وفي البنطلون سايب عشان الناس اللي بتحب كده وبتحب كده شايفه الموديل عامل ازاي 120 جنيه 120 جنيه تعالي نفتح لون كمان تعالوا نفتح الكشمير ليكي هتبقى مجسمة اهي هديهالك هديهالك تشوفيها بصوا نفس الصورة بالظبط 120 جنيه خدي يا وز نوج احمد اللي كسبت 400 جنيه مش عارفة معانا ده من زمان المسابقة اللي فاتت أول مرة أشوفك صح؟ نورتينا بصوا بقى يعني أنا فرحانة بالشغل ده فرحة جميلة جدا جميلة جدا يعني ما رضوش يدوني الشغل عشان إن أنا أظبط الأسعار وكده بس الحمد لله ربنا كرمنا بحاجة حلوة خامة وتقفيل وسعر ومقاس والله العظيم حاجة حلوة جدا تعالي شوفي الخامة والتقفيل والمقاس على الطبيعة صهر انتظرونا بقى عرض كبير جدا بكره احنا انا النهارده طلعت عشان اقول لكم على المفاجاه مستمره معانا بقى احنا ما شاء الله بنصنع شتوي كلكم كنتوا بتاخدوا من الشغل بتاعنا اول مره نصنع صيفي مش هتبقى اخر مره ان شاء الله بكره ان شاء الله في عرض جامد جدا لو قلت لك اكتر من 5000 موديل هيبقى عليه عرض مش هتصدقوني ان شاء الله بكره في عرض قوي جدا لافندر وسيمون اهي والاخضر والكحلي لو انت عايزه ابقى فوشيا فوشيا بتاعها جميل جدا بكره ان شاء الله يعني اكتر من 5000 موديل عليهم موجود عايزه خاص موجود عايزه عادي موجود عايزه وسط موجود عايزه قطن موجود عايزه كل الخامات وكل الماركات كل حاجه موجوده ان شاء الله كشف اشراط كل حاجه ان شاء الله عرض قوي جدا بكره عشان العيد وبمناسبه سهر الجديد ده اللي اتضاف لينا ايه رايك فيها جميله الحمد لله وبمناسبه سهر الجديد ده اللي اتضاف لينا اللي اتضاف للمصانع تحفه يعني دي كمان اضافه عشان الاضافه الحلوه دي ايه العروض بكره هتشوفي العروض بكره هتشوفي العروض بكره ان